السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كراكم دايرين خوتي؟ لاباس بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، يعني تشتركوا معنا، مرحبا بكم في القناة، ابوني سكرايب يعني واحد اللايك هي يعني الاعجاب، تهلاو فينا، الله يرحمكم الوالدين. اذا كاين شي فيسبوك حطوا لنا هالفيديو هذا في الفيسبوك، نتمنى لكم الخير وصيفطوا الاصدقاء والصديقات. كما كنشوفوا هنا الناس كتقول الخروب راه رخص، السوق راه طايح، اشنو هو المعمول ديال الخروب؟ الانتاج والسوق فيه الفرق بسيط. علاش؟ هذا الشجر اللي كتشوفوه هنايا 12 14 عام فيها 700 800 كيلو، حاليا 2024 الى 700 كيلو مثلا 10 درهم، ها هي 7000 درهم. الى كانت فيها 800 كيلو 8000 درهم، يعني بالنسبه للفلاح ما كاينش الفرق. الطوناج، الانتاج والطوناج ديال شجره الخروب هي اللي تخدم على الفلاح. اما الى السوق، الى السوق يعني اطلع بهذا المنتوج هذا، بهذا المنتوج هذا الكثافه ديالو، ما معنى ذلك؟ اغناك الله، يعني ما خصناش نتخوفوا ابدا. كما كنشوفوا هنا شجره الخروب كتوصل، قلت لك الى درنا 7 متر على 7 متر كتوصل طن ونص 1500 كيلو. الى كانت دير غير 10 دراهم يعني راه مليون ونص الشجره الواحده سنتيم. يعني ما خصناش هادشي نتخوفوا منه، واش كاين الفرق ولا ما كاينش. بالنسبه للفوق السوق كاين الفرق، بالنسبه للفلاح ما كاينش الفرق. الى الثمن هبط الشجره كتخدم عليه تعطيه الطوناج، الى الثمن اطلع في السوق الفلاح اغناه الله. هذا هو اللي خصكم تشوفوه، اشنو هو الفرق بين الشجره والثمن. ما كاينش الفرق، الفرق وهو في صالح ديال الفلاح، في صالح اللي هو اللي غيزرع الخروب. هذا هو اللي خصكم تفهموه. نتمنى لكم الخير وما تنساوش تبارطاجيو معنا، ومع السلامه.